يقول السائل: إذا كان الشخص عاهد الله أن لا يفعل أمرا ما ثم فعله فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. إذا عاهد الله أنه ما يفعل شيء ثم فعله متعمدا يكون عليه كفارة يمين، لأنه حنيف في يمينه خالفها، يكون عليه كفارة يمين كما قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أي كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب، أو تحرير رقبة يعني اعتاق عبد، هذه مخير بينها الثلاث. فمن لم يجد لم يقدر لا على الإطعام ولا على الكسوة ولا على العتق، فإنه يصوم 3، من لم يجد فصيام 3 أيام.